السلام عليكم بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان. جينا لكم فيديو جديد محل شهرزاد. بالنسبه للناس اللي ما عارفينش، اللي زعما اللي اول مره غيشوفوا هذا الفيديو، هذا حنا محل سميتو شهرزاد، كنبيعوا الملابس ديال النساء التقليديه والعصريه. بالنسبه لفين جينا، جينا في حنا في كازا، بعدا جينا في البرنوصي بحي امل 3، قرب من بنك صفا. بنك صفا راه الشارع اللي فيه بنك صفا، اتخلى عليه يدك اليمين ودخلوا. جبنا لكم واحد الموديلات جداد، منهم هذا المونطو. هذا بالنسبه للمونطو، هو راه كيجي 3 كار، هو كلاس، مهم زعما ماشي في صالون خزانيه ولا شي حاجه. بالنسبه لهذا الفورير، هذا راه كيتحيد، فيه لي بوطون في هذا لاكولاغ، هذا كيجي غزال وهماوي. بالنسبه لي طاي ديالو كيبداو من مهم هما من الاس الماكسيموم نقولوا ال، حيت طايتو صغيره وفيه 4 ديال الالوان. غادي نوريكم الكمالات ديال لي كولور الاخرين. المهم غير باش تشوفوا التفاصيل، نحاول نمشي نوريكم النور كيفاش كيجي. المهم راه في صالتو غزال، وكاينه حتى هاد لا كولور هادي، هذا راه الموف. المهم التوب ديالو كيف ما قلت لكم راه دومي سيزون، يعني ماشي ديال البرد 100%، هو راه فودا يعني كيتلبس مده طويله. التوب ديالو غزال، والطول البنات راه كيبدل ليكم، كيجي طويل. والثمن ديالو 250 درهم. وكاين حتى هاد لاكولور هادي غوص فوشيا، كتجي غزاله حتى هي، فنه. انا حمقاتني هاد اللون، فنه كتجي غزاله. يمكن تحيدي هاد الفورير هذا زعما الا ما الناس اللي ما كيبغيوش الفورير. كاين حتى هاد لاكولور هادي حتى هي كتجي غزاله، الفيغ او. المهم البنات راه التوب ديالو راه خطير، دومي سيزون كتجي غزال. وبالنسبه للطول ديالو كيف قلت لكم راه طويل، كيجي بحال قلتي. المهم بالنسبه للناس اللي قصار، اللي قل من مترو وكذا و60، راه غتجيهم نيشان زعما، غيجيهم مونطو نيشان. اللي طول من هذا التعبار هذا راه غادي يجيكم شويه قصير. المهم انا حيت فيا مترو و63 ومع الطالون راه جا بحال تقريبا بحال 3 كار. المهم راه كيجي غزال. غادي نذكركم بالثمن، بالنسبه للثمن ديالو 250 درهم. هو الموديل الثاني، هذا الموديل هذا راه محبوب للجماهير، اللي شافو كيعجبو. هذه هي لاغيباج الثالثه جو بونس اللي جبنا فيها في هذا الموديل هذا. المهم التوب ديالو راه كاشمير خفيف شويه، لي موتيف اللي فيه هاد لي ديطاي هادو. هنايا فيه واحد في الجيب، هنايا فيه واحد الكتيبه. بالنسبه لهاد البغوش هذا، هذا لي طاي ديالو كيبداو من 42 حتى 48. الطول ديالو كيجي تحت من الركبه شويه، بالنسبه للناس اللي قصارين راه غتجيهم تحت من الركبه. اللي طوالين شويه هذيك مترو كدا و70 بحال هكاك، راه غادي تجيهم مع الركبه ولا تحت من الركبه غير واحد الجوي. المهم راه فصالتو كتجي غزاله، فيه حتى هو ثلاثه الالوان. هذا راه الكري. غادي نوريكم لي كولور الاخرين. هي لا كولور الثانيه كتجي غزاله، تقريبا اللون ديالها بحال البيج، فيها واحد الموتيف هنايا بالماغون، كتجي غزاله. بالنسبه لهذا البغوش هذا راه فيه سطيفه، يعني كيتحلو حتى لتحت، والطول ديالو كيف ما قلت لكم فايت الركبه واحد شويه، والفصاله ديالو مخزنيه. بالنسبه للثمن ديالو 600 درهم، وبالنسبه لي طاي من 42 حتى 48. وهذه هي لا كولور الثالثه، حتى هي كتجي غزاله، اللون ديالها مرتديله. انا نقرب لكم، هذا لي موتيف ديالو مختلفين على الاخر. الاخر كان هذا هو اللي هنا، وهذا هو اللي هنا. المهم ما عرفتش غادي يبان لكم لا ديفيرونس ولا لا، انا بانت ليا. حتى هي كتجي غزاله هاد لا كولور. بالنسبه لي طاي ديالها غنعاود نقولها لكم، كيبداو من 42 حتى 48. وبالنسبه للثمن ديالو 600 درهم. والناس اللي بغاو يكوموندو شي حاجه بحال هكا، شي حاجه بلديه ولا شي حاجه عصريه ولا اللي بغيتو، تواصلوا معنا في الواتساب وغنصيفطوا لنا العبارات ديالكم ديال الكتاف وديال الصدر وديال لي هونج، باش تكون لا طاي اكزاكتومون. حيت كاينين بعض الموديلات كيكونوا مثلا كيلبسوا الطاي صغيره ولا كيلبسوا الطاي كبيره، بحال مثلا الا كنتو كتلبسوا لا طاي ال خاصكم تاخذوا فيها في داك الموديل، خاصك تاخذوا طاي كبر منها او لا طاي صغر منها. انا حاولت نبسط لكم باش تفهموا. كاين حتى هذا الموديل هذا، هذا تخانش كيجي بمونش غاكلون، كيجي هنايا في واحد لي ديطاي هنايا، كيجي طويل تقريبا فايت الركبه، وفيه لي بوطون يعني تقدروا تحلوه وتقدروا تخليوه غير بحال هكا، يعني بلا حزام الا بغيتوش تماركي ولا طاي ديالكم. وبالنسبه لي طاي اللي فيه من الاس
حتى الاكس ال، واللي بغات زعما تاكد من زعما الا كانت شي وحده بغات دوز اونلاين وتاكد من العبار ديالها، تصيفط لي غير العبار ديالها الكتاف صدر وليهمش. كاين حتى هاد لاكولور هادي، هذا الموف الصراحه لاكولور خطيره، يعني غتجي مع البيضات شويه غادي تجيهم خطيره. بالنسبه للتوب ديالو انا غنقرب لكم التوب ديالو، هو راه دومي سيزون، يعني ماشي داك التوب اللي غليظ، دومي سيزون يعني غيتلبس في الشتاء وفي الصيف، ماشي في الصيف عاوتاني، يعني في الوقيته ديال الربيع بحال هكا في البرد راه تلبسي تحت منه شي حاجه سخونه، يكون شويه الشميشه ولا هذا تلبسي غير بوحدو مع شي بودي ولا شي حاجه خفيفه، يعني عملي. بالنسبه للصيفات راه فيه صيفات من هنايا، فيه لي بوش، فيه هاد لي طاي كيف قلت لكم، والثمن ديالو 380 درهم، ولي طاي كيبداو من الاس حتى الاكس ال. وكاين حتى هاد لاكولور هادي حتى هي غزاله، هادي روج بريك حتى هي كتجي غزاله، نفس لي ديتاي نفس كلشي. وبالنسبه لي طاي عاود نذكركم بها من الاس حتى الاكس ال. وكاين هاد المونطو هذا بحكم ما كايناش لاطاي ديالي دونك ما غاديش نلبسو ليكم، هو راه كاشمير واللون ديالو في الموف، كاين جوج ديال لي كولور، انا غنوريكم لا كولور الثانيه. المهم نتكلموا على هذا الموديل، هو راه في القب وفيه في القب هنايا الفورير، يعني تقدروا تحيدوا هذا القب هذا الا ما بغيتوش، وفيه هنايا واحد الصديفه، واحد الصديفات مكاشين هنا، كاينه بحال واحد بحال واحد البروش حتى هي كتجي غزاله، والطول ديالو راه طويل يعني جلابه، هذا انا كنقول هذا راه جلابه، ولي طاي ديالو من 46 حتى ل 50. وهذه هي لا كولور الثانيه، هذا راه غري فونسي كيجي بحال هكا، والتوب ديالو كيف قلت لكم راه كاشمير وفيه لا دوبلور من 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 الداخل، وفيه الجياب حتى هو كيجي غزال. لي طاي ديالو كيف قلت لكم من 46 حتى ل 50، جبنا فيه كونتيتي اللي محدوده، وبالنسبه للثمن ديالو 500 درهم، والطول البنات راه طويل بزاف يعني بحال شي جلابه، هذا غنقول ليه مونطو جلابه. هذا الكاب هذا حتى هو غزال، فيه الجياب هنايا، التوب ديالو راه صوفا، بداتي نقاد لكم التوب ديالو راه صوفا كيبان بحال هكا، لاكولور ديالو راه سوما، هنا ما عرفتش واش كيبان لكم باش، راه لاكولور ديالو سوما، والطول ديالو كيجي فيك للركبه. ولي طاي ديالو طاي ستاندار، بالنسبه للثمن ديالو 220 درهم. كاين حتى لو بلون حتى هو كيجي غزال، فن هاد لو بلون هذا. التوب ديالو كيف قلت لكم راه صوفا، نحاول التوب ديالو راه صوفا كيبان بحال هكا، تقدروا تلبسوه مع دي طالون مع لي بوط بحال هكا مع دي جينز، يعني عملي غادي يجيكم غزال. كاين حتى هاد لاكولور هادي حتى هي كتجي غزاله، فن هاد لاكولور هادي راه البلو سيال، غادي تبان لكم هنايا مزيان، راه البلو سيال حتى هي كتجي غزاله بالجيوبه بالفصاله ديالها مخزانيه. مهم وصلنا لاخر ديال الفيديو، كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال، ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع صحابكم والاقارب ديالكم، ان شاء الله انتظرونا فيديوهات جايين بسلعه جديده وموديل جديد ان شاء الله.